هلو يا حلوين، جبت لكم اليوم تايجر ميك اب لوك لنعمله سوا، فخليكم معنا. مثل ما تعودتوا حنبلش بالبيس الكونسيلر. حاستعمل ميبيلين فيت مي وحبلش حط فوق عيني. للايز استعملت باليت اناستازيا بيفري هيلز سوفت كلام. نحن حنعمل وينجد اي شادو وحنمشي بتدرج الالوان الترابيه. هلا ححط الايلاينر يوزنج ميبيلين هايبر ايزي فوق العين. على رموشي حاستعمل ميبيلين ماسكارا فول سلاش ليفت. لنبلش بخطوة رسم النقشة حنبلش بالبلاك ليكويد ايلاينر ونرسم الخطوط لها. وهلا الشيدز اللي استعملتها بالاي شادو باليت فوق العين حاستعملهم انسايد ذا سيركلز. وهلأ وقت الرموش، وهلأ حننهي اللوك بالليبستيك. حنستعمل فانيلينج من ميبيلين. وهيدا كان اللوك للتاجر ميك اب لوك. ما تنسوا تعملوا لنا فولو وسبسكرايب وتعطونا كومنتس بيلو. يلا باي.